السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل الدرس الخامس والسادس من كتاب الأضواء جيم. طبعا احنا في الوحدة الأولى، واللي مش متابع من أول درس إن شاء الله ممكن ينزل في صندوق الوصف هيلاقي الحلقات من أول ما بدأنا لغاية ما احنا واقفين. طبعا حبيبي هنبدأ الخامس والسادس، وده في صفحة 35 بيج 35. بيديني طبعا بعض الكلمات عشان يتأكد أنت فهمت الكلمات ولا لا. عندنا كلمة كاربت، كاربت طبعا معناها سجادة، سانلايت، سانلايت معناها ضوء الشمس، بوكشيلف، بوكشيلف يعني رف الكتب، وكبرد، كبرد يعني الدولاب. نمبر 1 بيقول لي makes my room warm، يا ترى ايه اللي بيجعل غرفتي دافئه؟ اكيد طبعا sunlight. يعني ايه sunlight؟ ضوء الشمس. اكيد ضوء الشمس هو اللي بيخلي الغرفه دافئه. طب تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي the ground of the living room is covered by a colorful، بيقول لي ان الارضيه بتاعت غرفه المعيشه مغطاه بايه؟ ملونه. اكيد طبعا كاربت، وكاربت حبايبي معناها سجاده، والسجاده هي اللي بستخدمها عشان اغطي بيها الارضيه. نمبر 3 بيقول لي the A in the kitchen is full of dishes and glasses، بيقول لي الايه بتاع المطبخ مليان اطباق وكمان كوبايات. اكيد ده الكبرد، طبعا كبرد حبايبي بمعنى دولاب المطبخ، تاني كبرد بمعنى دولاب المطبخ. تعال نشوف حبايبي بيج 36، مديني كلمة كلوز، طبعا كلوز معناها قريب، ولو جد كفعل بتبقى كلوز، وكلوز معناها يغلق. عندنا كيبت الماضي بتاع كيب، وعندنا جيت بمعنى يصل إلى أو بمعنى يحصل على، عندنا بيلونجد، بيلونجد بمعنى انتمى، انتمى إلى، وعندنا كلمة سولد، سولد بمعنى باع. طيب تعال نشوف كده، بقول اي جولي انا عاده ايه دريسد بيفور اي هاف ماي بريكفاست. طبعا حبيبي لازم اكون حافظ الكوليكيشن ده كله على بعضه، وهو كلمه يرتدي ملابسه اسمها جيت دريسد، تاني جيت دريسد. تعال نشوف نمبر 2، بيقول ذا اوبوزيت اوف اوبن، طبعا عكس كلمه اوبن، اوبن طبعا معناها يفتح، يبقى عكسها كلوز، وكلوز يا حبيبي بمعنى يغلق. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي ذا سويتس to Sarah but she shared them with her friends، قولي الحلويات دي كانت بتاعت سارة لكنها شاركتها مع زملائها. يعني ايه انتمت الى او ملك؟ هقول طبعا كلمة belonged، و belong معناها ينتمي الى او يخص، belong to. تعال نشوف نمبر 4، قولي my brother ate his clothes in a chest of drawers when we were in Alexandria، بقولي اخويا ايه ملابسه في خزانة الملابس لما كنا في اسكندرية. يبقى اكيد طبعا هجيب كلمة kept، kept معناها احتفظ به، يبقى my brother kept his clothes in a chest of drawers when we were in Alexandria. طبعا هنا حبيبي مديني بعض language notes اللي انا لازم اخلي بالي منها، وقلنا قبل كده ان كلمة love وكلمة like وكلمة prefer التلاتة حبيبي يعني مع دول كمان كلمة prefer، لو جم لوحدهم يجي وراهم verb plus ing، اما لو جه قبلهم مود لازم اجيب وراهم to plus infinitive يعني to زائد المصدر. يعني لما اقول له I'd love to visit ولا visiting، هنا لازم اقول له to visit. ليه؟ اقول له ان مود love بيجي وراها to زائد المصدر. فبقول له I'd love to visit the nature reserves near الفيوم، يعني انا بحب ازور المحميات الطبيعيه اللي جنب الفيوم. نمبر 2 بقول لي thank you for، thanks for، لو قلت thank بس من غير اس فبقول thank you، لو جبت الاس ما ينفعش اجيب يو حبيبي. وطبعا لو قلت thank you for او thanks for هنا بجيب وراها اسم او فعل فيه ing، بقول thank you for sending me your profile، طبعا شكرا انك بعت لي البروفايل بتاعك. I just wanted to say thanks for the present you sent، حبيبي بس اقول شكرا على الهدية اللي انت بعتها لي. تعال نشوف نمبر 1، بقول thank you for helping me do my homework it's hard for me sometimes، بقول له شكرا طبعا انت ساعدتني في عمل الواجب لانه ساعات بيبقى صعب عليا، يبقى اكيد حاول thank you for. طب تعال نشوف نمبر 2، بقول له I would love a to the park and play there، قلت حبيبي طالما love او like او prefer جه قبلها would اجيب وراها to زائد المصدر، يبقى لازم اقول to go، ما ينفعش اقول هنا going ولا to go. تعالوا نشوف يلا التدريبات اللي في صفحه 41، ودي برضو على الكلمات. نمبر 1 بقول لي please turn the A off I want to sleep، بقول لطفي ايه عشان انا عايز انام، يا ترى ايه في الدولاب والصوفة الكنبة ولا لامب اللمبة ولا ديسك الديسك؟ اكيد طبعا لامب، ولامب هنا معناها لمبة، طبعا في ناس ما بتعرفش تنام الا والدنيا ضلمة، يعني لازم يطفي الانوار. نمبر 2 بقول لي make sitting on the sofa comfortable، ايه اللي هيخلي يجعل sitting الجلوس على الاريكة مريح؟ طبعا اكيد اللي هيخلي الجلوس على الاريكة مريح هو الكوشنز، قلنا كوشنز حبيبي اللي هي الوسادات حبيبي، تاني كلمة كوشن بمعنى وسادة، كيرتينز بمعنى ستاير، اما mirrors مرايات، وكبرز يعني دولاب. تعال نشوف نمبر 3، بقول لي it's exciting to receive emails from your aide to learn about their life in a different place، بقول لي
من المثير انك تستقبل ايميلات من ايه عشان تتعلم الحياه في مكان مختلف. طبعا اكيد بين فريندز، وبين فريندز حبايبي بمعنى اصدقاء بالمراسله، معناها ان انا ما بشوفهمش او ما قابلتهمش ولكن بقدر اتواصل معاهم. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي A is like a special home for plants and animals، اكنه بيت بالظبط للحيوانات والنباتات. ده شكل ما قلنا nature reserve، nature reserve يعني محميه طبيعي. تعال نشوف نمبر 5، بيقول لي I like looking at the car window while we drive through the country، بقول انا بحب النظر من شباك السياره واحنا ماشيين في الريف. طبعا هنا ينظر من خلال اسمها look out of، so I like looking out of the window. تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي there is a gray A in my bedroom I sit on it to read books. يعني في ايه لونها رمادي في غرفه النوم بتاعتي بقعد عليه واقرا الكتب. طبعا اكيد there is a gray armchair، armchair حبايبي معناها الكرسي اللي بذراعي. تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي when we go on walks، لما بنروح نتمشى I bring my camera so I can take photos، طبعا يلتقط صور اسمها take photos. تاني take photos معناها يلتقط صور. تعال نشوف نمبر 8، بيقول لي I didn't hear my friend for a long time I really miss him، يعني هو انا مفتقده جدا، يبقى اذا انا ما سمعتش عنه اخبار. يسمع اخبار عن شخص اسمها hear from، فعش اقول هنا hear of لان hear of دي يعني يسمع عن شخص لاول مرة، انما hear from معناها تلقى اخبار من شخص انا عارفه. تعال نشوف نمبر 9، بقول mom puts my socks in the second drawer of the A of drawers، طبعا عارفين خزانة الملابس اسمها chest of drawers، تاني chest of drawers، يبقى انا ماما بتضع الشرابات بتاعتي في الدرج التاني من خزانة الملابس. تعال نشوف نمبر 10، بقول لي the curtains A the painting and the bed they are the same color، بقول لي ان الستاير ايه الدهان والسرير كلهم نفس اللون، اذا بتتماشى مع، يبقى بتتماشى مع اللون بتاع الدهان ومع السرير، يبقى اكيد يتماشى مع اسمها match، يبقى match the painting and the bed. تعال نشوف نمبر 11، بقول in my room يعني في غرفتي I have a small A to wash my hands and face، طبعا عندي A صغير بغسل فيه وشي وكمان ايديا، طبعا ده اكيد بسين، قلنا البسين اللي هو حوض. طب تعال نشوف نمبر 12، بقول the internet has lots of A about everything، بقول الانترنت فيه كثير من الاي عن كل شيء، اكيد طبعا ده information يعني information معلومات عن حاجات كتير. تعال نشوف نمبر 13، بيقول لي my grandparents live A because they are old and can't go up، بيقول لي ان اجدادي عايشين A لانهم كبار وما يقدروش يطلعوا فوق، طبعا هنا عايشين بالاسفل او في الدور السفلي، طب يعني ايه في الدور السفلي؟ هتقولي داون داون ستيرز. طب تعال نشوف نمبر 14، بيقول لي the chair is A the table، بيقول لي ان الكرسي ده ايه الترابيزه، طبعا نيكست عايزه تو، فرونت عايزه ان واب، طب ما اقدرش اقول ان الكرسي على الترابيزه، امال الكرسي اوبوزيت، وقلنا اوبوزيت معناها مواجه قصاده يعني. تعال نشوف نمبر 15، بيقول لي وي بوت اب سم نيو اي اون ذا ويندو اوف ذا ليفينج روم، طالما حاططها على الشباك فاكيد تبقى كيرتنز، وكيرتنز حبايبي بمعنى ستاير. تعالوا نشوف حبايبي يلا ايه الاسئله العامه اللي على الدرس الخامس والسادس، ودي هنلاقيها في صفحه 42. طبعا بيقول لي عمر is asking ايمن about his life، عمر بيسال ايمن عن حياته، فعمر بيقول لايمن do you live in a block flat، يعني هل انت عايش في عماره سكنيه؟ فرد عليه فقال له what do you do in your free time، بتعمل ايه في وقت فراغك؟ فرد عليه فقال له reading، القراءه، فاذا طالما قال له reading يبقى اذا هو قال له reading فوق، استحولها ازاي؟ ده اللي هنشوفه. وسال سؤال قال له yes I go to the library، فسأله سؤال قال له I go to the library twice a week، خلي بالك مرتين يعني ده عدد مرات، فهشوف هسأل عنه بإيه. فعمر بيقول له What's your favorite book، يا ترى إيه هو كتابك المفضل؟ فرد عليه. قلت مهم جدا حبايبي إن أنا أقرأ المحادثة كلها الأول وبعد كده أبدأ أحل، لكن ما تاخدش واحدة واحدة لأن ساعات إجابات من تحت أنا عايزها فوق. فأنا بقول له Do you live in a block of flats؟ طبعا مش مديني اي معلومات، فهقول له يس ويو بحولها لاي فاقول يس اي دو. فبقول له وات دو يو دو ان يور فري تايم، طبعا هنا ما اقدرش اقول ريدنج، امال لازم اقول له انا بمارس القراءه، فاذا هقول له اي براكتس او اي انجوي اي حاجه من الاثنين، فهقول له اي براكتس ريدنج يعني انا بمارس القراءه، فقال ريدنج القراءه، قال له يس اي جو تو ذا لايبرري، قلنا طالما الاجابه بيس يعني السؤال يبدا بفعل مساعد، هنا مفيش فعل مساعد بس الفعل في المصدر،
فهجيب دو واي هحولها ليو فهقول له دو يو واكمل عادي خالص يبقى دو يو جو تو ذا library يعني هل انت بتروح المكتبة فقال له yes I go to the library فسأله سؤال تاني قال له I go to the library twice a week بروح مرتين في الأسبوع قلت حبيبي عدد المرات ده بسأل عنه بكلمة how often وهو often دي معناها كم عدد المرات طبعا الفعل هنا برضو في المصدر فهجيب do وI هحولها ليو والفعل الأساسي بتاعي go في المصدر شكل ما هو يبقى how often do you go to the library يعني بتروح المكتبة كل قد ايه كم عدد المرات اللي بتروح في المكتبة فقال له twice a week فبقول له what's your favorite book يا ترى ايه هو كتابك المفضل طبعا هنا حبايبي بقى اذكر اي كتاب لان مش مديني معلومات عن اي كتاب فانا هقول مثلا the old man and the sea يعني الشيخ والبحر تعال نشوف حبايبي يلا سؤالي الاختياري بيقول لي you can see yourself in the انت ممكن تشوف نفسك في ايه في دول هتقول لي اكيد في المير والمير اللي هي المرايه تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي we put our clothes in the بنحط الملابس بتاعتنا فين اكيد في دولاب الملابس يبقى wardrobe I put my books on the انا بحط الكتب بتاعتي على ايه يا ترى على البوك شوب على محل الكتب ولا بوك ستور متجر الكتب ولا بوكيت يعني جيب ولا بوك شيلف اكيد بوك شيلف يعني رف الكتب الفيوم is a large city with beautiful nature reserves يعني بيقول ان الفيوم دي مدينة كبيرة بمحميات طبيعية ايه بالجوار طب يعني ايه بالجوار هتقول لي nearby تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي هاني is a clever student he studies hard طبعا بيقول ان هو طالب ذكي وطبعا هنا بيذاكر قليل ولا بيذاكر كتير اكيد طبعا طالما هو طالب ذكي يبقى الكلمة دي اللي هتحدد باختياري عشان كده لازم اقول he always studies hard تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي did علي ايه to the shops yesterday طبعا قلت حبيبي طالما جبت did او do او does verb to do عموما ما بيجيش الا مع مصدر فبالتالي لازم الفعل هنا يرجع لمصدره فاذا هقول go يبقى did علي go to the shops yesterday تعالوا نشوف حبيبي يلا السؤال الثالث هو سؤال التصحيح بيقول لي جيهان usually goes to school on friday طبعا ده يوم ايه الجمعة هقول له ده محدش بيروح المدرسة يوم الجمعة طيب هجيب ظرف التكرار اللي بيدل على النفي اللي هو مين يا حبايبي هتقول لي never طب مثلا ما ينفعش اقول doesn't هتقول لي ما هي goes فيها اس يبقى مستحيل اجيب doesn't نمبر 2 بيقول لي how often you visit your uncle طبعا بسأل عدد المرات بهاو often بس انا محتاج فعل مساعد اللي هيجي مع you هو مين برافو عليك do يبقى do you visit يعني كم مرة بتزور عمك تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي my father don't wear a hat when it's sunny outside طبعا هنا النفي بدونت مع father وfather ده مفرد هقول له لا يبقى لازم انفي بمين بdoesn't بس قلت لك خلي بالك under دي كانت wears هتقول لي لو كانت wears كنت خدت never never هي اللي بتأثرش على الفعل تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي does your father in Cairo yesterday هتقول لي yesterday من علامات الماضي اوعى تستعجل وتحط did اللي هي مستر بقى اهو does تبقى did هقول لك لازم اشوف الاول في فعل ولا ما فيش هتقول لي لا مستر ما فيش فعل طالما ما فيش فعل يبقى مستحيل اجيب verb to do امال هجيب على طول was or were في الماضي يبقى اذا هقول was your father تاني was your father خلي بالك قلنا صفة الملكية ما بتاخدش حاجة ما بتحددش فعل مساعد اللي بيحدد الاسم اللي وراها father مفرد فعشان كده ياخد was it was your father in Cairo yesterday thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله واستنونا مع حل وشرح تدريبات كتاب جيم المرة الجاية ان شاء الله هنحل التست اللي على يونيت 1 goodbye السلام عليكم